سألتك بالله وأنت صادق. ايوه أكم مرة أكم مرة وأكم مليون مرة أنا نصحتك ما تطلع ما تطلع مع بنات؟ سألتك بالله كم مرة؟ ها أكم مرة نصحتك ما تطلع مع بنات؟ شيخ والله أحب أبو كثير. يا عبسي والله دين، يا عبسي والله دين، أقسم بالله دين يا عبسي، هذا دين 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 دين، الله خلقنا لهذا الدين. يعني أنا ما على كيفي أطلع، والله لو كان حلال لأطلع مع كل نساء العالم والله، بس يا حبيبي والله حرام. ما اجتمع والله رجل وامرأة شيخو إلا وكان مجنونة والله، الشيطان ثالثهما. والله شيخو دخلت مع جار شو والله مزيونة. لك حبيبي انا اقول لك حبيبي عبسي، سالتك بالله وانت صادق، يعني لا تخلي عصر الان لو دخلت مع اختك تسمح لي؟ سالتك بالله. لا والله والله نقسم الجوال على راسك. طيب ليش ليش حبيبي ليش ترضى الحرام لبنات الناس وما ترضى لاختك؟ هذه هي اللي طلبتني شيخو. كبها ها كبها كبها لا والله. تطلعها. خلاص ما بدي ادخل عند سواه شيخو. يا عبسي يا عبسي اذا كنت تبتغي الشهره، اذا كنت تبتغي الشهره الله يعطيك الشهره، الشهره من غير نساء، اذا كنت تبتغي الرزق والمال اعطاك الله يعطيك اياه من غير ما تطلع مع النساء المتفسخات اللي ما بتشعر على حالها ما عندها حياء. شيخو قلت مشعرها كده وحطيت هنا الاحمر وتقول عبوسي احبك. عمتك عمتك يا تربة تطلع عمتك هكذا؟ ها عمتك تربة 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 تطلع هكذا وشعرها برا؟ عمتي تربة تربة وشي تطلع هكذا وشعرها بقى هيك؟ عمتي مين من اسمها؟ جدتك نصيفة تطلع بدون أيوة. جدة تطلع هكذا؟ لا والله ها شوف أيوة عجوز، هذا عجوز عمرها 90 سنة تطلع عادي. أنا أقول لك أختك تسمح لها تطلع هكذا؟ رد علي. لا والله نقطة وانتهى بس خلاص. ما ترضاه لنفسك ترضاه للناس، وما ترضاه وما لا ترضاه لنفسك ما أرضاه لا لخالتي ولا لعمتي ولا ولا لبنتي أيوة. ولا للعالم الناس ثانية. أيوة روح انخلع حبايبي والله شيخو. هي هي اللي طلبتني والله حبيبي. أنا أقول إذا امرأة الآن طلبت زنا هل لزني؟ أنا أقول لك يلا شو الزنا؟ الزنا أن ترتكب الفاحشة من غير زواج هل يجوز؟ يا حبيبي ما يجوز والله يا شيخو. عبسي أنا أقول لك والله أنصحك لأني أنا أخوك وبحبك وأنت على كيفك.